السلام عليكم لي فين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توجور معاكم كوكي كوافير استيتيك. اليوم جبت لكم حاجه يعني بالذات اللي ما كيفات، يعني ما يخدموش يحوسوا يعاونوا رواحهم، يعني يقدروا يسترزقوا بها، واللي هي صنع الاكسسوارات يعني بطريقه يعني حرفه، يعني بيديكم، يعني بقيمتهم بالبري اللي بغيتو، يعني تبقاو حياتكم كامل تخدموها، يعني ماشي غير اليوم، وتحترفوا فيها، وانتوما اللي تكريو، نتوما اللي تبتكروا وتخترعوا يعني لي موديل، يعني لا كرياسيون تكون تاعكم الموديل اللي حبيتوه ديروه بالالوان بالاشكال اللي بغيتوها. يعني وهذا الشيء يعني كل وحده وكيفها، كل وحده وخيالها، كل وحده وموهبتها. انا شرح ندير، انا راح نوريكم يعني تقريبا واش تحتاجوا، ونوريكم لي موديل اللي غادي نخدمهم تاع التيجان، تاع الاكسسوارات، يعني ليكم اكسسوارات تاع العرايس. العرايس يا اخي حياتنا كامل كاين العرايس، العرايس ما يكملوش، توجو يبغوا يشرو لي زاكسيسوار. الله الله شابين الحفافات يشرو لي زاكسيسوار، كاين اللي يكروهم، كاين اللي تشري لي زاكسيسوار لعمرها عروسه، كاين اللي لبنتها عندها انيفيرسير، كاين مهم كاين اللي تيب تاع لي زاكسيسوار ما يكملوش، ويعني وتالما مخدومين باليد يعني يجو ما شاء الله شابين متحوفين. يعني راح هذا يكون اول درس، يعني نوريكم ابي بري شي تحتاجوا، شي يكون عندكم. بداو غير بحاجه قليله، ما تروحوش تشرو كلش، يعني غير ب 100 الف، قادرين ب 100 الف تخدموا حاجه وتبيعوها 300 400 الف نورمال، وتفيدوا فيها، يبدا راس المال يبدا يكبر بشويه يكبر بشويه، يعني وديروا فائده وتولوا تخدموا، ومشي مشكل، يعني قادره تكون التجاره تاعكم وتربحوا فيها نورمال. دونك سقمت الكاميرا وقيله كتفلو. دونك شنو نحتاجوا؟ نشوفوا يعني الانواع اللي تحتاجوهم. كاين السلك هذا اللي جاي دوغي يتباع، محتاجوه، وكاين هذا السلك الفضي، يعني به ماريو لي كولور، يعني كيما نقولوا نمزجوهم مع بعض ونتلعبوا بهم ونديروا اشكال جميله جدا. انا كيما هاد لا ديرنيغ فوا شريت هاد لي سيرتات، يعني ماشي غاليين، يديروا 15 ملي الحبه، ما يتكسروا، ما يعواجو، ما يصرا لهم والو، ونقدر نقلع لهم العقاش هذا وندير بهم تاج شباب. وكاين لي سيرتات يعني بزاف، يعني عجب هاد الاخرين لي موديل، هذا الموديل من بعد غادي نخدم عليه تاج تاع عروس ابيض، غادي تشوفوا كيفاه يخرج، نوريه لكم يعني من الالف الى الياء. باغ اكزومبل يعني شنو نحتاجو هنايا، ني وريت لكم العقاش، كاين كيما هادو اللي هكا جايين البنات كي الدمعات، كاين في كامل الالوان، ذهبي فضي ابيض ملون كيما تحبون، داكوغ. كاين هاد لي بول هادو اون كريستال، هادو كيما تشوفوا نوار، النوار ثاني تلعبوا به، كاين كاع الالوان، كاين هادو الصغار كيما راكم تشوفوا كريستال، كاين هادو الصغار صغار صغار، وكاين هادو الكبار، يعني راكم تشوفوا تحقروهم بصح من بعد يعني تخرجوا بهم واحد الفن، واحد لي زاكسيسوار، يعني ما شاء الله روعه. تقريبا شنو ممكن ثاني تحتاجوا ايضا، شوفوا كيما هنا هاد لي بول، عندي كاع لي طاي، كاع لي كولور، بلون كاسي، بلون نورمال، صغار كبار، كحلين فضيين، راكم تشوفوا فيا. وايضا هاهم ليكم هنا ها فوق لاطابل، شوفوا كاين هذا لو بلون، يعني يتباع، ومكاش لي فينا ما عندوش العقاش هذا، يتباع عند لي يبيعوا صوالح تاع الخياطه، شيرات كامل عندنا وين يبيعوا صوالح الخياطه، ونعرفوا منين يبيعوا صوالح الخياطه. دونك كيما راكم تشوفوا هاني نوريكم في الانواع، كاين هذا ثاني شوفوا جاي شباب وجاي بريي كيما راكم تشوفوا. دونك تشوفوا هادو واش غادي نكري لكم بهم، شوفوا هاد لي موديل، هذا جاي عسالي، دونك نوريكم لي رايح للذهبي يشبه له، فيهم لي طاي، فيهم الكبار، فيهم الصغار، شوفوا هذا جاي ذهبي، شوفوا كي يعني كون تشوفوا كي يبدا هكا في الاضاءه، الالوان اللي بداو يلعبوا به زعما يجوا شابين. كاين ثاني هكا جاي فضي يعني غامق، شوفوا كي شباب. ايضا كاين في هذا جاي في البلون كريستال، يعني يبري بواحد لا فاصون، وكاين هادو اللي جايين كي لي غوت، يعني فيهم كاع لي طاي ثاني ولي كولور، كبار صغار كامل هادو فيهم لي طاي والالوان والموديلات وكلش. شوفوا هذا يعني والله تشوفوهم في الحقيقه كي راهم يبريو كفاهم شابين ما شاء الله. دونك هاني وريت لكم يعني يتباعوا، ويتباعوا تبغوا تشرو بالميزان، تبغوا تشرو بالباكي كيما بغيتوا، يعني كاين، هي من الاحسن تشرو بالباكي، خبرك اللي تقدر تشري بالباكي، يعني ما عندهاش معليش تشري بالميزان، باسكو الميزان يعطيكم شويه ويجيكم غالي، بصح كي تشري بالباكي كي تشري بال كيما نقولوا بالقرو تصيبي، حتى تصيبي فايده كبيره في جيبك وتشري شحال من حاجه. دونك واش تحتاجوا ايضا لابينس، هذه البنات لابينس باه تكوبو بها اون بانس، الا عندكم مقص يعني صحيح صحيح وما تخافوش يتكسر، باه تكوبو به السلك، يعني
ديروه نورمال. يعني هذا بالنسبه للاكسسوار للصوالح، يعني انا مبدئيا هذا ما شريت به نوريكم، ونوريكم التيجه لي زاكسسوار كبار صغار. من بعد ثاني نشري ان شاء الله وردات كيف تخدموا هكا، يعني هكا دي زاكسسوار تاع الدراري صغار على جال اعياد الميلاد، على جال لي زوكازيون، على جال كلش. وديروا في بالكم باللي دائما تخدموا، هاي جا العيد راكم تخدموا، توجدوا كونتيتي وتبيعوها تروح في السما، تبغوا بالكرو تبغوا بالديتاي كيما تبغوا. جا الدخول المدرسي تبيعوا، كاين تاني واحد لي باغيت بعد نوريكم كيفاش تخدموهم. كاين بحر 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 تاع لي موديل، نتوما تاني تكونوا مبدعات يعني ومبتكرات، تخدموا واش حبيتو. ومن هذا والله العظيم يعني قادرين تروحوا لبعيد وتخدموا وتسترزقوا يعني، وبالمبلغ اللي بغيتو نتوما. يعني مشروع جد جد ناجح اللي تحب تخدم فيه وتكمل فيه. يعني تصيبيها انا نشتهم يبيعوا الاكسسوارات هادو تاع اليد، يعني اي حاجه مخدومه يدويا توجور تجي غاليه وعزيزه، ما تجيش رخيصه، تلقايها خاسر عليك واحد واحد 60000 ولا ميم با 60000 صوالح، وتبيعها لك ب 400000. عندها الصح باسكو شا خدمت لا، يعني كيفاه كرياته، كيفاه مزجت الالوان، كيفاه خرجوا شابين، يعني تبيعه بالسومه اللي بغات. انتم ثاني هكاك البنات، يعني انا بغيت نديره للمشروع يعني للبنات اللي ما عندهمش قاعدين ويخدموا على روحهم ويسترزقوا. هذا بالنسبه للموضوع الاول يعني تاع الاكسسوارات كيف تخدموهم. راح مورا هذا ندير لكم فيديو يعني كيفاش نبداو بالصوالح الصغار ومن بعد نروحوا للصوالح الكبار. يعني ديروا في بالكم باللي الفيديو هذا يكمل لي فيديو اللي راهم جايين، دونك ما راحش نطول عليكم في الفيديو هذا. آه شنقول لكم تهلاو لي في روحكم، والدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم، استناوني شي ريطه.